مع العملاق الشاومي وهو جهاز البوكو اف 2 برو، وده النسخه العالميه من موبايل الريدمي كي 30 برو. لكن قبل ما نتكلم في اي تفاصيل بنفكر حضراتكم اننا نشترك في القناه، نضغط على زر الاشتراك اسفل الفيديو ونفعل الجرس عشان الفيديوهات توصل لنا بشكل مستمر، وكمان ما ننساش اللايك لان ده اهم حاجه بتدعمنا. يلا بينا نتكلم عن المواصفات. مواصفات البوكو اف 2 برو بتكون كالتالي: الشاشه سوبر اموليد بحجم 6.67 بوصه، وبنسبه استحواذ للشاشه 92.7%، وبتدعم ال HDR+، وبمعدل تحديث العرض 60 هرتز وللتاتش 180 هرتز. ودي بتكون مواصفات الشاشه. اما المعالج بيكون سناب دراجون 865، وده كويس جدا، وتكنولوجيا تصنيع 7 نانو متر، والاندرويد بيكون 10 مع واجهه البوكو المعروفه اللي هي واجهه بوكو لانشر، اصدار 2.0. اما كاميرات البوكو اف 2 برو بتكون 4 كاميرات خلفيه، الرئيسيه بتكون بدقه 64 ميجا بكسل مع مستشعر سوني MX686، وبتدعم مثبت بصري من نوع OIS+، وده لتثبيت الصوره اثناء الفيديوهات. اما الكاميرا الثانيه فبتكون بدقه 13 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثه بتكون بدقه 5 ميجا بكسل 2X، ودي كاميرا تيلي ماكرو. الكاميرا الرابعه بتكون بدقه 2 ميجا بكسل، ودي مسؤوله عن تصوير العمق. وكمان الموبايل بيدعم تصوير الفيديو بدقه 8K. اما الكاميرا الاماميه فبتكون بموتور بدقه 20 ميجا بكسل. التخزين بيكون ذاكره 128 جيجا بايت مع رام 6 جيجا، النسخه الثانيه بتكون بمساحه 256 جيجا مع رام 8 جيجا. اما البطاريه فالبطاريه ممتازه جدا بسعه 4700 ملي امبير، وبشاحن تايب سي بقوه 30 واط، والبصمه بتكون تحت الشاشه وبيدعم بصمه الوجه، وبيدعم مستشعر التسارع والقرب والبوصله والجيروسكوب. وخاصيه الجيروسكوب اللي هي نظارات الواقع الافتراضي اللي بتكون موجوده على فيديوهات اليوتيوب. ومدخل السماعه الاذن بيكون بحجم 3.5 ملي متر، وكمان بيدعم خاصيه الاي ار، ودي اللي هي ريموت كنترول NFC. وكمان بيكون الوانه ممتازه جدا، بيكون لون رمادي وازرق واردواني وابيض. اما سعر البوكو اف 2 برو بيكون لنسخه 128 جيجا مع 6 جيجا رام بيكون بسعر 499 يورو، يعني بالمصري 8550 جنيه. اما النسخه العاليه اللي هي نسخه 256 جيجا بايت مع الرام 8 جيجا بيكون بسعر 599 يورو، يعني بالمصري 10250 جنيه. وبكده نكون انتهينا من مراجعه البوكو اف 2 برو، ودي مراجعه سريعه. ما ننساش نضغط لايك للفيديو عشان تدعمونا، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا